carrying a total of 239 passengers and crew. Throughout the whole flight, they were talking to us. They were actually smoking throughout the flight, which I don't think they're allowed to be doing. And they were taking photos with us in the cockpit while they were flying. I was just completely shocked. I couldn't believe it. عاصفة من التساؤلات أثارتها فتاة من جنوب أفريقيا بعدما قالت إنها تلقت وصديقتها دعوة من قبل طيار الرحلة الماليزية المشؤومة ومساعده بالجلوس معهما في مقصورة الطائرة وتبادل الحديث أثناء تحليقها. We were standing in line at the boarding gate just with everybody else, and the pilot and co-pilot walked past us and came back and asked us if we would like to sit with them in the cockpit during the flight. So obviously we said yes. ووضعت هذه الرواية الكثير من علامات الاستفهام حول سلوك مساعد قائد الطائرة بسبب استهتاره بالخطر عندما استضاف وصديقه في قمرة قيادة الطائرة المراهقتان، حيث تبادل الأربعة الحديث على ارتفاع آلاف الأمتار في الجو. وبحسب الفتاة اتسمت الجلسة بالحميمية داخل القمرة التي تحظر قوانين الطيران بشكل صارم تبادل الأحاديث غير الهامة فيها، في حين استمر ذلك الوضع طوال الرحلة التي انطلقت من إحدى الجزر في تايلاند إلى كوالالمبور عاصمة ماليزيا. وبحسب رواية جون تي روس وهي في العشرينيات من عمرها، تخطى الماليزي رفيق عبد الحميد المحظور وبدا الأمر كما لو كان داخل ملهى ليلي. They asked us if we couldn't arrange our trip to stay in Kuala Lumpur for a few nights so that they could take us out. المثير في الأمر هو ما ذكرته حول عملية الهبوط التي تمت بينما كانت هي وصديقتها في القمرة أيضا، إضافة إلى قولها إنها لم ترى الطيارين جالسين في مقدمة القمرة للتعامل مع الطائرة أثناء تحليقها طوال الرحلة. في حين يتساءل الكثير من الخبراء حيال ما إذا كان عبد الحميد وصديقه جديران بالمسؤولية عن مصير طائرة تقل 239 راكبا.